هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وهيكون الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ودافي على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. كمان في النهاردة نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، وده هيكون على فترات متقطعة. خلونا نعرف دلوقتي تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. وكان الكام يوم اللي فاتوا كان في استقرار في الأحوال الجوية، لكن النهاردة في انخفاض طفيف، هل الانخفاض ده مكمل معانا؟ بالفعل الاول ان احنا الايام الماضيه كان فيها ارتفاعات في قيم درجات الحراره واعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي 4 لـ5 درجات، كنا بنسجل قيم درجات حراره 31 درجه مئويه على القاهره الكبرى، واحيانا وصلنا كمان ل 32 درجه مئويه، وده كان بفعل وجود كتل هوائيه صحراويه وايضا مرتفع جوي في طبقات الجو قبل. لكن اعتبارا من اليوم هتبدا الكتل الهوائيه الشماليه القادمه من جنوب اوروبا تاثر علينا، فتبدا معاها انخفاضات طفيفه في قيم درجات الحراره، الانخفاضات دي بمعدل 3 لـ4 درجات عن الايام الماضيه، لان اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 27 درجه مئويه داخل فتره النهار، بدانا تدريجيا نعود للمعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام، هيكون كمان في وجود سحب منخفضه ومتوسطه هتحجب جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم، فهتساعد ان قيم درجات الحراره تنخفض، فبالتالي اليوم اجواء ربيعيه مائله للحراره فتره النهار على المناطق الموجوده في القاهره الكبرى او الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، اجواء دافيه في المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط لانها طبعا بتكون اقل حراره من المحافظات الداخليه، وتبقى الاجواء في المناطق الجنوبيه اجواء حاره بشكل كبير في جنوب الصعيد، وده بيكون فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره. كمان مع غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترات الليل هتعود تاني البرودة خلال فترة الليل، وخاصة في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر أجواء مائلة للبرودة في الأوقات فترة الليل، بالإضافة كمان إن مع فترات المساء وساعات الليل متوقع أن يكون في نشاط للرياح، سرعات الرياح هتكون ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة، وده في أغلب محافظات الجمهورية، ده هيساعد بشكل كبير ان احنا نحس بمزيد من الانخفاضات في قيم درجات الحراره خاصه فترات الليل او ساعات المساء او حتى كمان فتره الصباح. طيب هل الرياح دي محمله باي رمال او اتربه؟ لا الحمد لله غير محمله باي اتربه ورمال مثاره لانها معظمها رياح شماليه، فبالتالي هتساعد ان هي تلطف الاجواء وتحسسنا اكثر بانخفاض قيم درجات الحراره، بالاضافه كمان ان اليوم متوقع مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا فرص الامطار، عوده تاني لفرص الامطار في محافظات شمال البلاد، اليوم فرص امطار خفيفه على مناطق من السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، مدن القناه، لكن هي في مجملها فرص امطار خفيفه، ممكن نلاحظها في بعض الاماكن والاماكن الاخرى لا، ان شاء الله ما تاثرش تماما على اي اعمال انشطه يوميه. كمان متوقع خلال الايام اللي جايه يمكن من بكره يكون في مزيد من تعمق المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، فما هيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، وده يكمل معانا ان شاء الله لنهايات هذا الاسبوع، فاحنا على مدار هذا الاسبوع كله هنحس بالاجواء الربيعيه، درجات حراره تكون حول المعدل او كمان في بعض الايام هتكون اقل من المعدلات، واللي هتتراوح ما بين 25 و26 عظمى على القاهره الكبرى، هيكون في استمرار لنشاط الرياح على مدار هذا الاسبوع ايضا، ده هيساعد بشكل كبير على تلطيف الاجواء، وفرص تصنيات الامطار متوقع ان هي تزيد في بعض الايام خاصه يوم الاثنين والثلاثة اللي جايين، كميات الامطار هتزيد. طيب. وممكن يبقى فيها بعض الامطار الرعدية. طيب الانخفاضات في درجات الحراره دي هتخليني اسالك اجواء العيد هتبقى عامله ازاي؟ هيبقى في مزيد من الانخفاض في درجات الحراره ولا لا؟ هو طبعا اجواء العيد وخاصه في اول ايام العيد ان شاء الله هيكون لسه معانا انخفاض قيم درجات الحراره، هتكون قيم درجات الحراره اقل من المعدلات الطبيعيه، والعظمى على القاهره الكبرى هتكون 25 درجه مئويه فتره النهار، فبالتالي فترات النهار اجواء العيد فيها تكون اجواء ربيعيه بشكل كبير، وطقس ممكن يكون ما بين الربيعي المعتاد المائل للدفء، فترات الليل البروده راجعه بشكل كبير، يمكن نحس ببعض الاجواء الشتويه الخفيفه كده فترات الليل، ففتره العيد ايضا فترات الليل اجواء هتكون اقرب للاجواء الشتويه خاصه في ساعات الليل متاخر فترات الصباح الباكر، وكمان هيكون معانا فرص لسقوط الامطار، بس ان شاء الله فرص سقوط الامطار تقل مع فترات النهار في
اول ايام العيد ان شاء الله، يعني بدل ما كانت امطار هتبقى متوسطه او خفيفه المتوسطه الثلاثه، تحول لامطار خفيفه المتوسطه في المحافظات الشماليه. يعني في انخفاضات في درجات الحراره في العيد وممكن يبقى في امطار. طب الناس بقى تنصحيهم يلبسوا ازاي؟ يلبسوا تقيل ولا يخففوا شويه؟ لا، احنا بنأكد دايما على يعني عدم ارتداء الملابس الصيفيه في الوقت ده من السنه، فبلاش تخفيف الملابس للملابس الصيفيه، يفضل الملابس الخريفيه في فتره العيد بشكل كبير، اللي هي بتبقى الملابس الشتويه الخفيفه او الملابس الخريفيه اللي بتبقى قطعتين وملابس بكم، وخاصه لو بنخرج بعد المغرب لحد فترات الصباح الباكر. صلاة العيد طبعا الجو بيبقى لسه برد شويه. طبعا دي فتره الصباح الباكر بتبقى الجو فيها لسه فيها برد، فيفضل طبعا الملابس الخريفيه او الشتويه الخفيفه، بلاش الملابس الصيفيه تجنبا طبعا لنزلات البرد. ومهم كمان ان احنا نتابع النشره الجويه بصوره يوميه. طيب خليني اسالك، ايه اكتر الاماكن اللي ممكن الناس تخرج فيها او المحافظات اللي الناس تخرج فيها والجو فيها يبقى معتدل ولطيف؟ هو طبعا في فتره العيد الحمد لله اغلب محافظات الجمهوريه جوها معتدله، يعني كانت السواحل الشماليه فيها طبعا انخفاضات اكثر من القاهره الكبرى، هيكون كمان اعتدال في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، يمكن حتى كمان محافظات الصعيد هيشملها الانخفاض في قيم درجات الحراره، فتعتبر اغلب محافظات الجمهوريه فتره العيد ان شاء الله مناسبه تماما ان احنا نخرج ونتفسح ونستمتع بالاجواء. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 27 والصغرى 15، العاصمه الاداريه 28/16، اسكندريه 23/16، والعلمين الجديده 23/15، مطروح 21/14، ودمياط 26/15، بورسعيد 24/15، والاسماعيليه 28/14. السويس العظمى فيها 27 والصغرى 15، العريش 24/13، كاترين 23/8، وطابة 26/17، حلايب 29/21، وشلاتين 32/22، شرم الشيخ 30/23، الغردقة 31/23. لما نروح للفيوم العظمى فيها 28 والصغرى 15، بني سويف 28/15، الوادي الجديد 34/18، واسيوط 29/16، سوهاج 32/18، وقنا 35/20، الاقصر 35/22، واخيرا اسوان العظمى فيها 36 والصغرى 22. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه. وعلى طول هنروح لجمعنا مره ثانيه، وشاذ نكمل معاهم فقراتنا. شكرا ليك يا لمى.